ايه ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهاردة هنلعب لعبة الغسالات بارت 2. وطبعا انا عملت انجاز كبير، جبت كل ده، انتوا شايفين؟ يعني عملت انجاز خرافي، يعني عملت حاجات كتيرة خالص، وتحت معايا 3737. يعني بصوا، والسلة 25، اقدر اشيل 25 دلوقتي. يلا ليتس جو. ايه ده؟ البنت دي عندها غسالات كبيرة، يا ان شاء الله هجيب زيهم. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ هي عملت فيا ايه كده؟ دي كانت بتشلني ليه؟ الله اعلم. يلا طيب نروح نتفقد، ناخد نملة السلة بتاعتنا. يلا 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 نعمل شغل 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 كبير. الله، هنا الصراحة الخضراء الغسالة اللي لونها جرين دي عجباني خالص، I like it. وهنا بنخرج برا، نروح للشوب، بنجيب منه غسالات وحاجات زي كده، في اللي هو الواشينج والباسكتس. في باسكت بتشيل 7500، وهنا انا جايبة اللي هي 2500. هجيب ان شاء الله 7500 دي ونحاول نجيبها على طول. هنا الراجل ده برضو انا عجبتني الغسالة اللي عليها دونات دي، ودي برضو اللي هي الريمبو، ودي لافا. ونروح هناك بقى نجمع 7500 عشان نقدر نشيل الباسكتس، وبعد ما نشيل الباسكتس اللي نشتري قصدي، انا هوقف واعمل، وان شاء الله هبقى اعمل الجزء الثالث منها، فانتوا انتظروه. نروح دلوقتي نحط في الغسالات بسرعة. هما كده في شوية مليانين دلوقتي، في 2 خلصوا، فانا هروح اوديهم. سوري التليفون بيعلق شويتين. خلص المغناطيس. دلوقتي اخدنا 435، وبقى معانا تحت 4172، وده حلو جدا. مغناطيس جالنا تاني. طب كويس، it's good. دلوقتي نلم. دلوقتي على ما اعتقد السلة بتاعتنا قربت تتملي، وبرضو نقدر ان شاء الله نجيب بيتس. معانا 25 جوهرة، نقدر نجيب بيت. وهو البيت ده مهمته انه برضو بيعمل معانا يعني يلم هدوم معانا، فده هيفيدنا كتير. بس مش هنشتريه دلوقتي، وهستنى اما نجمع اكتر. دلوقتي نلم كل حاجة. دلوقتي الباسكت بتاعتي اتملت، هنروح بقى نحطها في المكان اللي بيحطوا فيه الهدوم النظيفة. ادانا 230، وبقى معايا 4402. دلوقتي اتبقاني 100 بس، واجيب 7500. المفروض نحط في كله، بس عشان معايا يعني الباسكت بتاعتي ما بتشيلش غير 25 بس، فهو كده يعني، فمش هقدر املي الغسالات كلها. بس ان شاء الله نجيب 30 اللي هي الباسكت اللي بتشيل 30، وان شاء الله هنملى الغسالات كلها في وقت واحد،
وناخدهم، وبفكر اجيب الخمسين ان شاء الله عشان اعمل عليها جزء يمكن تالت بارت 3. ناخد دلوقتي من الغسالات، الباسكت بتاعتي اتملت عشان هي كده المشكلة، فبتتملي بسرعة، فما انا ما بلحقش اخد الحاجة من الغسالات، فدي مشكلة. ايه عملت الباسكت اللي بتشيل 30 ان شاء الله تساعدنا. دلوقتي الباسكت بتاعتي بتتملي، انا بمليها، انا بدوس على الهدوم فهي بتتملي. دلوقتي معايا الباسكت بتاعتي شايلة 23 دلوقتي على قد الغسالات. اهو خلصت. دلوقتي ناخد الهدوم من الغسالات ونوديها المكان اللي بيحطوا فيه الهدوم النظيفة. الباسكت دلوقتي بتاعتي اتملت، دلوقتي ادانا 3097، وده كويس جدا. بقى معانا دلوقتي 511، نحط بس الهدوم دي في الغسالة ونروح نشتري ال اه لا صح، معلش نسيت، سوري، لسه هنجمع 5000، قصدي نجمع 7500 عشان نقدر نجيب الباسكت اللي بتشيل 30. اصلا افتكرتها يعني 7500 تحت، فانا دماغي اتلخبطت خالص. فهنروح نحط الهدوم في المكان اللي يعني اللي بيودوا فيه الهدوم النظيفة، وبعديها ناخد هدوم تاني، بعديها ناخد الهدوم تاني نحطها. فنروح يلا نحط الهدوم في الغسالة عشان تتنظف، وبعدين نحطها في المكان اللي بيتحط فيه الهدوم النظيفة. ناخد ونروح دلوقتي ناخد بس الباسكت بتاعتنا اتملت، ونروح بقى let's go على المكان اللي بنحط فيه الهدوم النظيفة. اهو كاتب فوق clean clothes، فدانا 400 وحاجة، بس انا ملحقتش اشوف الرقم. دلوقتي معانا تحت 5626، وده كويس جدا، وهنقدر نجيب السلة في اسرع وقت عشان بيدينا بال200 و300 و400. دلوقتي ما فيش غير غسالتين اللي اتملوا او حاجة زي كده. دلوقتي نروح clean clothes ونحط فيه الهدوم، اداني 432، وده كويس جدا. ومعايا دلوقتي تحت 6058. دلوقتي هنروح للغسالات نحط فيها الهدوم. دلوقتي يعني الغسالة البرتقالية بتشيل 9 زيها زي الغسالة الزرقاء. نروح دلوقتي للكلين كلوسز، انتوا عارفين ليه ادانا 281، فانا اللي استنتجته من كده ان كل غسالة بنشتريها اكتر تدينا اكتر يعني فلوس لما نيجي نحط الهدوم في كلين كلوسز. دلوقتي مالينا احنا الغسالات، ناخد بقى الهدوم النظيفة وبعدين نوديها للمكان اللي هو clean clothes تاني، ودينا 198. ماشي يعني it's good. دلوقتي نروح للغسالات عشان نملاها، نروح نودي هنا وهنا. ماي جاد خلصت. عشان كده بقول دي مشكلة ان الهدوم يعني السلة بتاعتي ما بتقضيش الغسالات كلها، فدي مشكلة. كل سبع حاول تاني
وكده، فمش هتاخد الهدوم كلها للكلين كلاسز زي كده. نودي الهدوم بقى للغسالات، نوديها للغسالة الحمراء، وهنا بعديها ناخد اللي خلصوا ودي خلصت، هناخدهم للكلين كلوسز. دلوقتي تحت ادانا 7190، فده كويس جدا. قربنا نجمع الفلوس، في هدوم على الأرض بس دي مش مشكلة عشان هي هتتاخد في، يعني هنحطها جوه الغسالة وهي تتنضف تاني. دلوقتي هناخد الهدوم النظيفة ونروح نوديها للكلين كلوسز. يلا let's go، نحطها جوه. قدانا 361، وده رقم ايه ده؟ اهو جمعنا 7551، وده يعني انجاز كبير. نروح نودي هنا بس الهدوم في الغسالة عقبال ما يخلصوا. دلوقتي نروح نشتري اللي احنا كنا عاوزينه، اللي هي الباسكت اللي بتشيل 30. بس صراحة رأيي ان الباسكت اللي بتشيل 30 دي غالية جدا، يعني 7500 على واحدة بتشيل 30 بس. ويلا سلام.